السلام عليكم. واحد لازم باش يتكلم برغم خاطر يتفرج في الحوار الوطني الكراكوز اللي قاعد صاير في تمنيك على الشعب من طرف مختلف الاطراف، لكن الموضوع اللي تكلمت عليه خاطر يمس ويوجع برشا، واي تونسي حر ويحب بلاده ويحب ارض بلاده فهمتني، دول اللي يتهان بالطريقه هذيك فهمتني، دول اللي ما تخرش منه نهارين فهمتني. العالم التونسي مصورينه في شلاكة، معناتها العالم التونسي يتلبس شلاكة ويدوسوا عليه ويعفسوا عليه، معناتها يعفسوا على العالم التونسي سيتديري، يعفسوا على تراب تونس، يعفسوا على شعب تونس، يعفسوا على دولة تونس، يعفسوا على تاريخ تونس، يعفسوا على هيبة تونس فهمتني. شيء هذايا في مكازان في الإمارات يبيعوا في شلاكة فيها العلم نتاع تونس، تشري وعفس معناتها فهمتني، عفس على تونس وعفس على تونس. إلو مالو بالرغم معناتها التصويرة موجودة والمجازة موجودة في الإمارات، وجماعة في الإمارات زادت تسلوبية معناتها قلوبهم وجعتهم معناتها يبكيو معناتها على بلادهم فهمتني، ولا كيفاش معناتها وصلنا للمستوى هذاك، ولا حياة اللي من دونادي من طرف أجهزة الدولة والدبلوماسية التونسية قدام معناتها الشيء هذايا والإهانة هذايا اللي معناتها ما ثماش إهانة قدها معناتها يدل السكوت اللي معناتها لا عاد عندنا هيبة، لا عاد عندنا كرامة، وما عاد نسواو حد شيء. ولا هذايا اللي تحكيوا عليها ثورة قمتوا بها اللي معناتها في وقت بن علي جميع بيصير الشيء هذايا الحمد لله، حتى في وقت بورقيبة، بورقيبة اللي وصل في نهار من النهارات أمير سعودي في كذا وصل مترد في 24 ساعة كي هام هام معناتها غارسون معناتها في دون زان أوتيل، أنت غارسون في أوتيل تهام من طرف أمير سعودي في 24 ساعة في كذا الأمير السعودي في كذا تم طرده معناتها من الطراب التونسي. هاي قيمة الرجال، هاي هيبة الدولة، هاي هيبة معناتها معناتها كي يبدا مسؤول نتاع دولة عنده قيمة وعنده كرامة، يعطي كرامة لشعبه ويعطيه بالشعب. لكن الأنذال هذوما اللي ذلوا تونس واللي ولينا معناتها حتى برا في الخارج معناتها نوصلوا معناتها نتحطوا في شلاكة، حتى الناس معناتها كي تتفرج هكاكا شوفوا تونس في وصل، وصلنا التشليك العالم التونسي معناتها العالم التونسي شلاكة، معناتها تونس تشلكت، معناتها نحنا كلنا مشلكين. وجماعة نتاع المعارضة ميم با بيان ميم با سي انا بيغسيو فهمت كذا، كلها لا دولة لا معارضة لا كذا لا شنو، لا اللي يحكم لا ما يحكمش معناتها تعدت لهم فهمت كذا، يتفرجوا نورمال وعادي جدا. الور كو سي دو جور فهمت كذا فرانسوا هولاند فدك مع وزير الداخلية نتاعو فهمت كذا وجبدت شوية تزاير معناتها في فزت تفديك تزاير معناتها ما فيهاش إهانة للتزاير ولا لشعبها ولا لترابها ولا كذا فهمتني، صارت عليها بوليميك فهمتني ولا اوبوان معناتها رئيس الدولة الفرنسية فهمت كذا قدم اعتذاراته للجزائر ولشعبها وحكومتها ولدولتها فهمتني، بالرغم ما عندها حتى مقارنة بالشيء اللي صار معناتها معناتها حاجة فيها تفليك. هذه هي هيبة الدول، هذه كرامة الدول، وهذه معناتها فهمتني كي تبدا معناتها دولة قائمة الذات. لكن نحن قاعدين شلاك دي ماريونات قاعدين يتمنيكوا على الشعب، قاعدين هاو حمار وطني هو تمنيك، والكلها تمد في وجوهها فهمت كذا واحد، وكل واحد معناتها باش معناتها يحكي فهمتني كل شيء فارغ، وهم معناتها يضحكوا ويتباوسوا فهمت كذا ويقسموا في الكعكة على حساب الشعب التونسي وعلى حساب كرامة التونسي وعلى حساب كرامة تاريخ تونس وعلى حساب تراب تونس. تحية تونس، تحية تونس، تحية تونس، من اعتز بغير الله ذل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.